وبارك عودة إخواننا المشطوبين بحكم الاستئناف، وأتمنى أن محكمة التمييز تقر هذا الأمر. هذا القانون السيء، أعتذر بهذه الكلمة، القانون اللقيط الذي خرج من خارج رحم الدستور. في شيء بالدستور اسمه أثر رجعي لتطبيق القوانين أو رجعية القوانين. عندنا الأستاذ الدكتور راشد الفرحان وزير الأوقاف السابق وعضو مجلس الأمة السابق، نرحب فيه. هل سمع في كل المجالس أن فكروا في يوم الأيام أن للقوانين رجعية؟ أي قانون يعتبرون قانون رجعي هو قانون لقيط خرج من رحم الدستور، وهذا أحد القوانين اللقيطة اللي وضع لهدف ووضع لترتيب ووضع لتنسيق. ومن فمك أدينك، قالوها نواب من أعضاء مجلس 2013 و2016، وإن كانوا الآن ونتمنى الاستمرار، لكن أيضا أحد الأشخاص من بدل المجموعة هذه كلها الأخ العزيز مساعد القريفة، هذا الرجل المخلص، الرجل المعطاء، الرجل صاحب القلب الجليل، هو الوحيد اللي شطب من الاستئناف، ونتمنى أن يتم إنصافه من قبل التمييز.